لان في الاخر بتقيم البلاد والقرى بعدد الاصوات اللي في الصندوق. انا كنائب او مرشح جديد كل ما بعرف ان القريه دي بتتفق او بتتحد على اختيار اشخاص معينه اكيد ببص لها نظره غير القرى المشتته. فالفرصه جايه حضرتك للقرى. انا عملت نوع من انواع التواصل دي، يمكن فكره جديده بس في 2015 اللي عملناها. اتفقنا ان لازم في كل قريه، القريه اللي هتختار مش انا، تختار اربع خمس افراد لغايه 10 افراد، وهم يقولوا لي دول هم اللي هيمثلوا القريه عندنا. النهارده الخدمات الشخصيه ما عادتش زي الاول، التعيينات الحكوميه حضرتك ما عادتش موجوده، مش هنكذب على بعض، والبلد مش هتقدر تحمل اكتر من اللي هي فيها. فانا التواصل ما بيني وما بين اللجان اللي هتبقى موجوده في القرى، انا دايما بقول القريه واهل القريه هم اللي بيشغلوني، ما فيش نائب بيشغل القريه، انا بقيت نائب، انا اللي بطلب التواصل، انا الموظفين دول قاعدين لخدمتهم. اي مجموعه من اي قريه هتتولى القريه انا عاوزها تيجي في يوم من الايام هي اللي تحاسبني قدام قريتها، تقول الشخص ده اللي احنا انتخبناه اللي هو طلعت السويدي ده يصلح ام لا يصلح. يمكن البعض يجي يتكلم هناك ويقول لك لا احنا هنختار طلعت علشان رجل خير، او ان اسره السويدي دي يعني بيحبوا الخير لله. دي حضرتك ده التزام ما بينا ومن ربنا، ولكن انا مش عاوز في الاخر الاختيار علشان طلعت او من اسره السويدي كذا كذا. انا دايما بقول لهم لو هتختاروا طلعت علشان كده لا ما تنتخبوش طلعت. ان ما كنتش انت كمواطن حاسس ومتاكد ان طلعت هينوب عنك في البرلمان وهيتكلم كلمتك اللي انت قاعد في البيت اللي عاوز توصلها، يبقى ما تختارش طلعت. اختار اي واحد انت شايفه انه ينفع. ولكن احنا داخلين على برلمان قوي جدا، كم القوانين اللي اصدرت اصلا في الفتره اللي فاتت اكتر من 300 قانون او 400 قانون، ده كله لسه هيمر على المجلس. احنا مطلوب مننا قوانين كتير جدا عشان البلد والامان وعشان التصنيع وعشان الزراعه. المزارع حضرتك مظلوم، انا دايما بقول الفلاح ده عيني اكتر واحد مظلوم في الدوله دي، ومحدش بيوصله النظره الصح، ان او يعني اقل حاجه ياخدها زي ما بياخد الطالب حضرتك، يبقى عنده تامين صحي يعالج على نفقه الدوله. الراجل ده حياته كلها اتولد علشان يزرع وعشان ينتج، وفي الاخر احنا اللي بناكل الانتاج بتاعه او بيتصدر او كذا، يبقى له حقيات ولازم ياخدها. فالمواضيع كتيره يعني لما نتكلم، ولكن احنا مش هنهدي البلد حضرتك في يوم وليله. البلد احنا بقالنا خمس سنين محدش يقدر يقول ان احنا طلعنا، يمكن السنه اللي احنا الاخرانيه دي بس اللي بداناها الكيرف بدا يطلع، لكن احنا اربع سنين احنا في النازل. فعشان الهدم سهل، انا حضرتك تعالي قولي النهارده هد البيت ده هيدولك في يومين، لكن اجي ابنيه عاوز سنه. فالدنيا هتختلف ان شاء الله، واملنا كبير في ربنا اولا طبعا، وفي الناس القيادات وفي البرلمان الجديد والنواب اللي هيكونوا موجودين ان شاء الله. ان شاء الله. اول طلب احاطه او استجواب هيكون لمين؟ بص حضرتك انا ما اقدرش اقول دلوقتي استجواب لمين، لان النهارده الدوله كلها يهمها مصلحه الدوله. خلي بالك الوفد طول عمره حزب معارض. صحيح. ما ينفعش النهارده نعارض، ما ينفعش ان انا ادخل عشان بدايه حديث ان انا اروح استجوب. ولكن الايام جايه لما تشوف اخطاء قدامنا حضرتك طبعا اكيد هنبص هنعمل استجوابات، هيبقى في طلبات احاطه للوزراء، هيبقى في كل حاجه الناس عايزاها هنعملها. ولكن في الفتره المرحله الاولانيه مش عاوزين يبقى المبدا ان انا معارض او ان انا رايح استجوب او انا هعمل طلب احاطه عشان ارضي دايرتي. لا، احنا لما يحصل خطا هيشوفوا دورنا ساعتها، لكن مش ما يبقاش المبدا حضرتك انا داخل الاستجواب على طول. شو قلت لحضرتك انك دبلوماسي قوي؟ طيب يعني انا اقصد اقول ايه، انا دايما بسميه مثلث الرعب. أيه. جهل، فقر، مرض. وللاسف لقد سقطنا في مثلث الرعب، الجهل والفقر والمرض، مش بس من سنتين ثلاثة أربعة، لا ممكن نقول من 20 سنة فاتوا هو سقوط مستمر. فإحنا عندنا حقيقي أزمة. فلما نيجي نتكلم على الفقر أكيد محتاجين نعالج البطالة ونعالج أمور كتير، لما نيجي نتكلم عن المرض يعني بنتكلم عن صحة، لما نيجي نتكلم عن الجهل بنتكلم عن تعليم. إذا هي دي الملفات اللي لابد أن هي تكون على يعني في أول أولوياتنا. طب ناخدهم بالترتيب ممكن؟ يا ريت. نتكلم عن التعليم الأول. تمام. أنا قلت لحضرتك بعد مش هقول ثورة بقى يناير وثورة يونيو، بعد ثورة 52 بقى إحنا كلنا كمصريين متخيلين إن أنا معايا شهادة عليا أو معايا شهادة يبقى أنا هتجوز. ولو ما جبتش الشهادة مش هعرف آخد واحدة متعلمة.
كان زمان حضرتك كان زمان الفني او الصنايعي بمعنى اصح في كل المهن او حتى الفني اللي عندنا في المصانع او المزارع. النهارده حضرتك تيجي تبص تلاقي واحد فلاح واولاده كلهم متعلمين، يقول لك احنا مالناش دعوه بالزراعه، احنا عاوزين نتعين، احنا عاوزين يعني بقت خلاص في انا بقول مرض في الدوله حضرتك، وده بقاله سنين ان كل الناس عايز تتعين في الحكومه. طب الحكومه هتعين مين ولا مين؟ يبقى نبدا بالتعليم، ان احنا نبدا نعلم ولادنا صح. انا رايي حضرتك مش معناته ده التزام لحد او للقيادات، ولكن انا افضل ان يبقى للمرحله الاساسيه ده تعليم مجانا. ولما اكون متفوق حضرتك يبقى اتنقل الى مرحله اخرى. طب انا ما تفوقتش، نبدا نخش حاجات فنيه، حاجات صناعيه، مش ناخد دبلوم صنايعي اللي هم اللي بيتاخد النهارده. احنا بيجينا دبلوم صنايعي حضرتك بندربه من اول وجديد، بنعرفه انت داخل تشتغل ايه. لا انا عاوز مدارس صناعيه بحقه حقيقي، عاوز يطلع من المدرسه يطلع على طول فورا يشتغل في مكان معاه مهنه. المهنه مش انه يبقى فني في مصنع وبس، يعني ممكن يبقى نجار، ممكن يبقى كهربائي، ممكن يكون سباك. واحنا محتاجين ده في مصر لأن جدا. اللي حصل النهارده ايه؟ انا حضرتك المؤهلات العليا لما بيجي نعينهم النهارده بقوا بيتساووا مع العامل وهو بيتعين. والمشكله حضرتك في ايه؟ في التعليم. ليه؟ لان احنا قعدنا نعلم 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 ونيجي في الاخر الدبلوم، وللاسف الاقي دبلوم تجاره وجاي يقول لي انا عاوز اقعد على مكتب، انا مش عاوز ابقى فني. دبلوم زراعه حضرتك، طب تعرف حاجه في الزراعه؟ لا ما اعرفش. طب او تخش فني؟ ادخل فني. لازم اخده وادي له دوره من اول وجديد. في اتجاه في البلد النهارده للمدارس الصناعيه، وانا ده افضلها كتير جدا عن ان انا حضرتك تقولي لي اخد معهد او اخد كليه وفي الاخر مش لاقي شغل بيها. الكليات مش لازم كل اللي خد ثانويه عامه لازم يكون حضرتك داخل جامعه. ممكن يتجه الى برضه مدارس صناعيه. احنا محتاجين فنيين. مفيش حضرتك دوله كلها عباره عن لواءات ومفيهاش عساكر ومفيهاش ضباط صغيرين. مفيش شرطه حضرتك في الدنيا عباره عن لواءات ومفيهاش عساكر اتجاه جاي